في حقي أشكرهم شكرا جزيلا. إلى لأفراد عائلتي وأشكرهم جميعا، كلهم ساهموا في هذا الحفل الذي أنتم حاضرون فيه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. بداية أشكر صحافة هذا الموقع وغيره نظرا لاهتمامهم بالقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية، ولا يقصرون في هذا الميدان. إن هذا الحفل يقام اليوم فضلا لوالدتي رحمة الله عليها، هي التي كانت ذراعي الأيمن، وهي التي دفعتني كي أصل إلى هذا السن وإلى المراحل التي قطعتها في حياتي، وسيقرؤونه القراء ويرون ماذا قصيت من أجل الأسرة وماذا قصيت في كل محطة. اتكالا على الله، اتكالا على الله، دون أن أتكل على أي أحد إلا الله ورضا الوالدين. شكرا لكم والسلام. السيد مختار العروسي مدير موقع شمال بوست، على هذه الالتفاتة النبيلة وعلى هذه المجهودات المبذولة وعلى هذا التنظيم الجميل والرائع، هنيئا لك وهنيئا لنا. بداية أرحب بالرجال ونساء الإعلام اللي جاوا اليوم يحتفلوا معنا في تقديم سيرة الذاتية للكاتب أحمد مجدي مرابط ابن مدينة طنجة. سياقات مختلفة اللي جعلتنا أننا نعملوا هذا النشاط. أولا بغينا نحتفيو بإطفاء سمع العاصرة لسمع البوست بالطريقة عن طريق الثقافة وعن طريق العصيرة وعن طريق الوفاء لأشخاص اللي قدموا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن، وكذلك أننا نعطوا رسالة. الدور ديال الإعلام لن يقتصر أبدا في نقل المعلومة البحث عن المعلومة نقل الخبر، وإنما كذلك تفعيل جدلية الإعلام والثقافة، على اعتبار أن ثقافة قاطرة ديال تغيير أي مجتمع، والإعلام يجب أن يلعب الدور ديال تغيير من أجل انتقال الديمقراطية ومن أجل وطن آخر ممكن. ما يمكنش يكون هذا كامل إلا بالدور ديال الإعلام، وبالتالي بغينا نعبروا اليوم أنه محقنا كإعلاميين أننا نحتفيو بالقيم الإنسانية وباللحظات ديال الوفاء مع أشخاص ربما ما معروفين شي أو ما خداوش حقهم، ولكن يستحقنا أكثر، لأن كاتبنا اليوم هو من مؤسسي أو من الناس اللي شاركوا في جيش حرير وتعرضوا للاختطاف والاعتقال، من الأشخاص اللي كانوا في الحركة الوطنية وساهموا في استقلال ديال الوطن، من الناس اللي أسسوا لنا أحزاب وطنية من قبل الاتحاد الوطني القوى الشعبية أو الاتحاد الشراكي، وكان لابد أن نحتفي كما سنحتفي اليوم بسبب ينسبون إلى هذه المدينة من خلال تكريم رمزي، ولكن لنقول أن الإعلام إلى جانب كل فعاليات من أجل تغيير صورة نمطية لعند المجتمع اللي دخلت فيه مجموعة العوامل حول الإعلام. الإعلام ماشي دائما فاسد، ولكن هناك إعلام حر اللي قادر أنه يساهم في تغيير، وهذا هو الهدف ديال سي أم ديالنا. لن يفوتني الفرصة إلا أن أحيي كثيرا الشباب وسبات لي خدامين في الإعلام نساء والرجال، لأنهم بهم مدينة طنجة أصبحت بوصلة للصحافة الوطنية. صحيح. مساء الخير، احنا الان كنتواجدوا بالمدرسه الاسبانيه بمناسبه الاحتفاء بالصديق احمد المجدي المرابط. عملنا هذا المعرض اللي هو كيأرخ ذاكره اسبانيا بالمغرب، وهذا المعرض هذا اللي هو في عدد من الوثائق وعدد من المجلات وعدد من الكتب وعدد من الصور اللي كيأرخون ذاكره اسبانيا بمدينه طنجه على وجه الخصوص. والسي احمد مجدي هو صديق وكيستحق منا اننا حتى حنا نشاركوا بهذا المعرض المتواضع، من اجل باش نعطيوه واحد المعنويه، لانه الرجل قدم شيء الكثير وساهم حتى هو مساهمه كبيره في عدد من المجالات، سواء المجال ديال التعليم في هذه المدرسه هذه اللي اشتغل فيها حوالي 27 سنه، وكما اشتغل او عمل في الحقل السياسي
لمدة طويلة مع عدد من الرموز ديال السياسيين اللي كانوا هنا موجودين في الوقت اللي كانت السياسة سياسة، وكانت منا إن شاء الله الصحة والعافية وطول العمر وتبارك الله عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.